صباح الفل ومساء الفل على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي فيه الفيديو بتاعي. حطي لايك للفيديو ده واشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيني، وطبعا تفعلي علامة الجرس لعلامة الكل عشان يوصلك الشعور بكل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا نبدأ الفيديو. هنا يا جماعة كان الغداء بتاعي امبارح، تمام. بعد كده بقى نزلت الساعة 4 الفجر يا جماعة عند بنت عمتي، طبعا شقتها قريب من ماما، فنزلت لها. بصوا بالله هنا كانت قاعده بتلعب بقى وسط الفستان القمر اللي هي ماسكاه. انا خدت منها السبراي بعد ما قفلت الفيديو طبعا. يعني هنا بقى بنت عمتي عشان عندها ولدين وكده في نفس عمر بيلا واكبر منها شويه، فعندها مرجيحة. قعدت بيلا كده عليها، فضلت ان انا مرجحها عشان تسكت شويه، كانت بجد عماله تزن. التسنين مبهدلنا يا جماعه بجد. ماما بقى جت لي الصبح قبل ما امشي وكده وعند بنت عمتي، وجابت لي علبه المناديل دي لانها كانت خلصت. وطبعا احنا كنا فطرنا، مروان جاب لي فطار وكده، فطرنا كلنا. فقلت لماما بقى تجيب لي العصير بتاع القصب ده، كان بقى لي فتره حلوه كده ما شربتش عصير قصب، فقلت لها هاتيلي وكده. وكمان جابت لنا عصير مانجا. دول كانوا اخر شويه يعني، انا نسيت اصلا اشاركه معاكم يعني، بس الحمد لله افتكرت في اخر حته فقلت بقى اشارك معاكم كده. عصير المانجا كان طعمه كويس. بس يا جماعه هو ليه بجد كل بتوع العصير بيعملوا المانجا خفيفه؟ ليه يا جماعه؟ ليه يا جماعه السرقه كده؟ المهم هنا بقى يا جماعه ده كده كان العشاء بتاعي النهارده. طبعا حاجه غير صحيه بس عادي يعني، النهارده كان يوم الفري بتاعي المفروض. شربت نص كوبايه رمان، وكنت عامله لنفسي نسكافيه، والفطير بقى بالجبنه التركي بالجبنه الملكانه، كلها حاجات مضره مش مفيده اصلا للجسم 1%. يعني تعالوا بقى اكلمكم عن حاجات تانية. حبيباتي وجميلاتي وعشيقاتي، حلو عشيقاتي دي يا جماعه، تعالوا بقى اكلمكم عن منتج انا خلصته واوريكم. 2 دريس لسه ماما جايباهم لايزابيلا، ربنا يخليها لي ويخليها البلة وتعيش وتجيب. تعالوا بس اكلمكم الاول عن البيرفيوم اللي مروان خلصه. اعتذر طبعا عن صوت المروحة اللي بجد يعني مصدعني ذات نفسي شخصيا، فمضطرين ان احنا نستحمله. معلش مروان لسه مخلص البيرفيوم دي اللي هي بتاعت سيلكشن. ده شكلها، بصوا يا جماعه خلصها لاخر قطره فيها. مروان اكتر حد في الدنيا ممكن يخلص بيرفيوم، يعني ممكن البيرفيوم تقعد معاه اسبوع عادي جدا. ما بجد فظيع يعني. انا عايزه اعرف الرجاله بتستخدم المنتجات بكل استهزاء. الحاجات غليت يا جماعه، الدولار غلي، انا مش فاهمه بصراحه ماله. يعني عايزه بجد بجد اشكر في البيرفيوم دي جدا، ريحتها ثابته قوي قوي قوي. رقم واحد. رقم اتنين شكلها شيك قوي على التسريحه، كل اللي بيدخل عندي بيسالني عن الريحه الرجالي اللي في الاوضه، دايما دايما بيكون دي سببها لو موجوده. لو خلصانه يعني الموضوع بيبقى عادي، انما دي بجد ريحتها فواحه قوي، ريحتها جامده قوي. كل بنوت بتتفرج عليا متزوجه مخطوبه لاي بقى حد، لخطيبك لجوزك لاخوك لباباك، دايما بقول الكلمه دي. فالبرفيوم دي هتبقى من مفضلات اي راجل عندك في البيت. ريحتها حلوه قوي يا جماعه بجد، تنفع للسهرات وللخروجات وللافراح، تحسوها كده تنفع لاي حاجه. بحسها كمان تنفع للصبح، وفي برفيوم نادرا جدا ما ينفع لكل الاوقات زي الصبح وبالليل وكده، لا يعني مش كل البرفيوم. بحس دي كده لكل وقت، جامده قوي. هتلاقوها في ماي واي، يعني لو انتوا بتجيبوا حاجات من ماي واي وكده هتلاقوها في ماي واي. سعرها مناسب جدا، سعرها كويس قوي، يعني اقل من 100 جنيه. طالما الحاجه اقل من 100 جنيه دلوقتي حتى لو ب 90 جنيه فيعتبر سعرها مناسب بالنسبه للاسعار اللي غليت جدا والحاله اللي احنا بقينا فيها. فحبيت كده اكلمكم عنها. وطبعا انا اي منتج بخلصه او مروان بيخلصه لازم اطلع اتكلم عنه. طيب ده كده اول حاجه. تعالوا بقى نتفرج على الفساتين الدريسز الصيفي بقى القمر بتاعت بيلا. بص استنى بس عشان نظبط التظبيط كده عشان كل حاجه تبان لكم حلوه. بصوا بقى رقم واحد الكات بتاعه ده يا جماعه. فاكرين فساتين كنا بنلبسها زمان؟ كنا بنلبسها في البيت برضو، كانت نفس النظام ده اللي هو بيتربط كده. بصوا بقى او عليه الايد بتاعت الكلب دي، شكلها كيوت قوي على فكره. بصوا ده كده محطوط كده عليه متني كده، مش هتصدقوا الفستان الواحد بكام اصلا، كنا جايبينه عرض من على النت اهو. ده شكله، بصوا بقى بصوا الجمدان. اللون الابيض في اسود ده مفيش حاجه عند ايزابيلا لونها ابيض في اسود، يعني سودا ومنقطه كده. ما عندهاش الستايل ده خالص. ماشي استنى انا بعد البرفيوم بس كده عشان نركز مع الدريس يا جماعه، الدريس محتاج ان احنا نركز معاه لو سمحتوا. بصوا بقى الشيك،
هو طبعا طبعا كبير على بيلا جدا، بيلا ضعيف اصلا قد النونو كده، ما اذا بيلا اصلا اللي بيشوفها ما يدهاش انها ماشيه في ال11 شهر، افتكر انها عندها 4 شهور او 5 شهور، هي حجمها صغير جدا. وده يا جماعه مش قله تغذيه مني، انا ماليش دعوه، هو عوضها كده، عوضها سفنتوت كده ماشي، فهو واسع. بس انا عندي امل ان يوم بعد يوم هي بتكبر، فاهمين؟ فان شاء الله لما اطلع مصيف يكون جاي على مقاسها يعني وكده. طبعا المصايف عايزه لبس كتير، وعايزه انها تغير هدوم كتير وكده، فده حلو قوي قوي قوي، هينفعها جدا في المصيف. يا رب تكون بتمشي يعني قبل ما اروح المصيف وكده، وان شاء الله انا هروح المصيف كمان فتره حلوه، بس بتمنى انها تكون بتمشي يعني عشان تلعب بقى وتلبس كده، وكل حاجه تبقى شيك عليها كده، وتبقى عسوله كده وجميله، يعني بتمنى انها تمشي بصراحه. فده اول درس معايا، عايزاكم تقولوا لي كده رايكم، قولوا لي بقى رايكم في الدرس الاسود والدرس التاني، تمام؟ يعني قولوا لي الدرس الاسود مثلا ده جامد، مش عارفه ايه، ياخد كام من 10 كده، يعني شاركوني يعني يا كمان زي ما بشارككم كده في كل حاجه. تعالوا بقى نشوف الدرس التاني، ده بقى خطير، ده هيعجبكم اكتر انا متاكده، عشان الوانه مبهجه يعني لونه. بص استنى اعدله بس كده، بص بقى ايه ده، ايه الكياتة دي، مش عارفة ايه كلمة اكس لارج، يعني في بيبيهات تلبس اكس لارج برضو كده ولا ايه، غريبة. بصوا هو القط عادي، القط العريض ده كده اهو، تمام. وفي فيونكة كده، الفيونكة لونها احمر، هو الفستان كله ابيض فوشيا، بس الفيونكة دي لونها احمر، يعني هي لوحدها كده لونها احمر، طالعة كده زرع شتون يعني. بصوا نزل ده بقى اللي عايز يتضيق جدا، يعني ده الستايل بتاعه ممكن نقوله واسع، انما ده لازم يتضيق عشان يجي على وسطها، يعني بلا وسطها لحد هنا كده، شايفين؟ يعني نصه تقريبا عايز يتضيق. بص شكله اهو كده بقى، بعد لكم كده شكله كيوت بطريقه مش طبيعيه بجد بجد، شكله قمر وينفع للمصايف، وشكله عسول قوي يا جماعه بجد، مش هتصدقوا بقى الاتنين كانوا عاملين كام، تخيلوا الاتنين كانوا عاملين 100 جنيه يا جماعة، طبعا غير الشحن، بس قصدي الفستان الواحد كان عامل 50 جنيه. نازلين عرض على السوشيال دلوقتي الفترة دي، في عروض كتيرة قوي قوي بتنزل، ودول ما يعتبروش خروجي على قد ما هم ينفعوا للمصيف وللبيت، يعني دول كده مش خروج، يعني مش هخرجها بيهم مثلا في مكان، مش هروح بيهم مثلا كارفور سان ستيفانو لا طبعا، بس دول ينفعوا للمصايف واحنا جوه الفندق كده، ينفعوا للخروج، النزول العادي، رايحين دكتور مثلا، نازله تقعد مع جدها شويه، عارفين اللي هو الحاجات دي، انما كخروج خروج لا. فهم يعني عايزين مصايف اكتر. الفساتين دي بجد بتبقى حلوه قوي، يعني بجد اللي بيجيب بنوته بيتدلع على فكره. ولبس الولاد حلو برضه يا جماعه، انا بحب لبس البيبيهات جدا سواء بقى اولادي او بناتي، عايزاكم طبعا تقولوا لي رايكم يعني في الحاجات دي، وطبعا هستنى رايكم. المهم بقى كنت عايزه اقول لكم الابديت اللي انا بعمله للدايت، النهارده كان يعني النهارده كده اللي هو 4/5 كان المفروض يوم الفري بتاعي، شربت كوبايه بيبسي وكلت 4 كحكات، وكلت فطيره كده محطوط عليها جبنه تركي ولانشون وجبنه مثلثات وكده اللي انا صورتها لكم دي، يعتبر ده اللي انا اكلته مختلف النهارده، الحمد لله قدرت اسيطر على نفسي في يوم الفري، لان يوم الفري بالنسبه لي يعني فري، يعني انا يوم الفري ده بالنسبه لي اوكي فري للابد، كنت باخده كله فري، باكل حاجات انا مش عايزه اكلها لمجرد بس ان انا النهارده فري، كنت يعني مثلا النهارده فري، فاذا هاتوا لي بقى جاتوهات وشوكولاتات وشيبسيات وكاراتيهات، كنت بخرب الدنيا في يوم الفري، كاني ايه ده يا جماعه، ده يوم فري بقى، فاهمين قصدي ايه؟ بجد كنت بلخبط لخبطه كبيره قوي، كنت بجد بجد ما اعرفش اسيطر على نفسي، لان كان عندي اضطراب اكل، الحمد لله انا بدات اتعافى منه بنفسي يا جماعه، بنفسي ولوحدي من غير ما اروح لدكتور، ده انجاز كبير قوي، بدات ابص لنفسي ولصحتي وللاكل الغير صحي والاكل الصحي، يعني باكل غير صحي بس 80 20 فاهمين. بس كده حلوين، اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لي لايك للفيديو ده واشتراك للقناه، وكمان تفعلوا طبعا علامه الجرس على علامه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله كل يوم. لجود بقى يا حلويات قلبي.